العفو منكم. شكرا لك، تفضل ارتاح. عدنان بيك، في شغلة مهمة لازم اقول لك اياها. يعني انعام خانم نبهتني مشان ما اقول لك شيء حتى ما ازعجك، حتى امرتني بهالشيء، بس شو ما صار يصير انا المسؤول. شو الموضوع؟ انا غلطت، قلت لها لانعام خانم قبل ما خبرك انت، بس ما عرفت كيف بدي خبرك بهذا الموضوع. تفضل احكي. قدمت لك معلومات غلط حول كاتيا. انا مو سائل عن كلامها ابدا، بس كاتيا حاكيه شويه شغلات لشوفير حلمي اونال. شو؟ حول زوجتك وفيروز خانم. تركها لبسام بسبب هديك البنت، صار اللي خايفه منه ما بيتعلم. يا نهال اذا بتريدوا اتركوني. نهال لا تعملي هيك. نهال خليني اشرح لك. بعد هالعمله ما بعرف شو اللي بدي اشرح لها. يا نهال، نهال وقفي خليني اشرح لك. الله يخليك اسمعيني شوي، طولي بالك. نهال لو سمحت. كذبت علي وفوق خنتني. لا لا بحلف لك والله ما خنتك، ممكن تسمعيني خلص شوي. اتركني. عدنان بسرعه بسرعه. كمان عطى فرصه ورقه للعالم شان تلعب فيها، يا حرام عليه. ماما. خرب كل شيء، ما كان لازم يعمل هالشي بنوم. انت لا تتدخلي ولا تكبري القصه لو سمحتي. هذا الشيء مستحيل، كنت متوقع هالشيء من الاول. هذا ما بيعني انه في شيء بيناتنا، صدقيني شفنا بعضنا بعد سنين. والله رحت على بيتها بس مشان اخذ صوري. هلا برايك ليش اتصلت فيه بعد كل هالسنين؟ ليش نشروا خبر عنا بهالسرعه؟ اكيد في ناس نيتها سيئه. كل شيء واضح. اكيد كل شيء صار واضح، في نيه مو طيبه ابدا ابدا. انت بتعرفي منيح انه اغلب اللي بينشروه مو صحيح. شو صار اذا صوروهن؟ يعني ما بيصير هالشي؟ الانسان ما في يلتقي مع صديقه ويحكي معه. بابا سهي حبيبته القديمه، اول حب له، بعرف هالشي وبعرفها للبنت. كان بيحبها كثير، كان بيحبها، حتى تركها لبيسام مشانها. سمر حكت لي هالشي. مر اسمها بحديثنا، بس ما كنت بعرف انه موضوع سهى لساته قائم. يلا قومي اغسلي وشك حبيبتي. ما بدي. ما في شيء اسمه نهايه العالم، لا تعملي هيك. ما سمعتي لمهند ابدا؟ هو قال لي ما عم يشوف ابدا بابا، كذب علي. فكر انه بدك تعصبي مشان هيك ما خبرك. يعني خبى هالشيء بس مشان ما تزعلي على شيء فاضي يا نهال، حتى اعترف بغلطه وكثير ندمان. وانا كمان كثير ندمان لاني صدقته. انتهى كل شي بيناتنا، انهزت ثقتها فيه، ما في يصدق أي كلمة بيقولها. ما عاد بدي إياه، صرت بكرهه. ماشي، إذا ما بدك بتنهي كل شي وما بتتزوجي، بس اسمعي وفكري منيح. ما بيصير تشيل الخاتم من إصبعك وتزدي قدامه. إذا من البداية بتتعاملوا مع بعضكم هيك ما بتستمروا. بعرف. عدنان بيك. العفو منك يا بيك، إذا ما طلعت فوراً ما رح تلحق الطيارة. حطوا لكم أغراضكم الضرورية والملفات بالسيارة، كل شي جاهز. شكراً لك.